أعلنت اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة استحداث آلية جديدة لتسجيل الحجاج وتسيير رحلات الحج البحرينية اعتبارا من موسم الحج المقبل، والتي بموجبها ستدشن منصة إلكترونية تتيح للحجاج التسجيل مباشرة وفق إجراءات ميسرة ومتكاملة. جاء ذلك خلال اجتماع تعريفي عقدته اللجنة مع مسؤولي وممثلي حملات الحج البحرينية، تم خلاله كشف تفاصيل الآلية التطويرية المستحدثة الهادفة بشكل أساسي إلى إتاحة باقة خدمات جميع الحملات وأسعارها عبر منصة إلكترونية واحدة، بما يعزز التنافسية والشفافية وتمكين الحجاج من الاختيار في ظل توافر تفاصيل الخدمات ومزاياها. ولفتت اللجنة إلى أن المشروع يرتكز على تعزيز التنافسية بين منظمي الحملات المرخصين عبر إلغاء توزيع الكوتا بين الحملات ومنع الاندماج بينها واشتراط الحد الأدنى للتسيير وتأكيد أولوية التسجيل للبحرينيين وبالأخص لمن يحج أول مرة، بما يسهم في إتاحة الفرصة لاستفادة المزيد من الحجاج المواطنين من الكوتا المخصصة لمملكة البحرين.